مرحباً أصدقائي، اسمي سامي. أحب أن أعزف على ناي أعذب الألحان لترعى أغنامي في أمان. فعل الراعي أن يحمي أغنامه من جميع الأخطار، وهناك أخطار كثيرة قد نجهلها كخطر الألغام وبقايا الأسلحة المتفجرة، فكيف نحمي أنفسنا منها؟ الألغام مخلفات الحرب. علينا إذن أن نتحلى بالمعرفة وأن نطلع على إرشادات السلامة من خطر الألغام. اللغم مصمم لتدمير كل من يلمسه أو يحرك السلك المربوط به، هو إذن فخ متفجر علينا جميعاً الحذر منه وعدم الوقوع فيه، أليس كذلك أيها الخروف الصغير؟ بعد أن تعرفنا على أشكال إشارات التحذير، يجب علينا أن ندرك أنه يتم دائماً إخفاء الألغام وتمويهها، مما يجعل رؤيتها أمراً صعباً. ومع مرور الوقت، قد تصبح الألغام صادئة ومشوهة ويصعب التعرف عليها. ماذا لو لم يكن هناك إشارات تحذير؟ علينا أصدقائي الانتباه جيداً، فهناك العديد من أنواع الأفخاخ التي تختلف أشكالها وأنواعها، كالقذائف والصواريخ، البراميل التي أسقطت ولم تنفجر، القنابل العنقودية، الألغام. مهما كانت المسافة بينك وبين اللغم، إياك أن ترمي الأشياء باتجاهه أو تقترب منه أو تلمسه. وأخيراً الأشراك الخداعية، وهي فخ متفجر يتم إخفاؤه على شكل ألعاب أو أقلام أو أدوات منزلية أو أي شيء آخر. كن حذراً من الأشياء التي تلفت انتباهك، لا ترفعها عن الأرض ما لم تكن أنت من أسقطها. لا تجمع تذكارات الحرب، تجنب تلك النفايات والأجسام الغريبة، إياك أن تقع في الفخ. مع هذا أيها الخروف الصغير، ماذا تفعل إن وجدت نفسك في حقل ألغام؟ توقف، لا تحرك قدميك، حذر من معك ونبههم بوجود لغم. الآن اطلب المساعدة، نادي بصوت عال. مهما تأخرت المساعدة ابق هادئا، لا تتحرك. أحسنت، تذكر لا تقبل المساعدة من رفاقك، حذرهم وأبقهم بعيدا. في نهاية هذا اليوم أرجو أن أكون قد أفدتكم، وأن نكون قد تعلمنا شيئا عن مخلفات الحرب والألغام حتى نتجنب خطرها. سنتذكر سوياً إرشادات السلامة التي تحدثنا عنها سابقاً كي نعود إلى المنزل بسلام.